رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب وليتني أقمت، فلم أجزع لقول عداتي ولدت. ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج مجلس الرحمة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم والعالم الجليل الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الأستاذ بكلية الأداب بجامعة دمياط وخريج الأزهر الشريف. أستاذنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا مجلس الرحمة. كل عام يعني حضوركم شرفنا وأنار لنا الطريق في مجلس الرحمة يا أستاذ. شكر الله لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي، اللغة العربية ماذا تمثل لكم قبل أن نبدأ الحوار؟ اللغة العربية، بعد أن نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وبعد أن نصلي ونسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نسلم كذلك على السادة المشاهدين ونهنئهم بمقدم الشهر الكريم، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يبارك لهم ولنا وللمسلمين أجمعين في شهرنا هذا. آمين يا رب العالمين. وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. آمين. ويسرني كذلك أن أكون ضيفا عليكم سيدي في قناة الرحمة في قضية من أعظم وأجل القضايا التي تشغلني حقيقة، وهي قضية اللغة العربية ومدى التزام أبنائها بها ومدى وفائهم لها. وقد طرحتم سؤالا جميلا فقلتم: ماذا تمثل اللغة العربية بالنسبة لي؟ نعم. إنها هويتي. الله. نعم. جميل. جزء لا يتجزأ من شخصيتي، أحبها حبا جما. رائع. نعم. نعم. وأنا لا أزال صبيا في المرحلة الإعدادية، والله في الفرقة الثانية الإعدادية يا دكتور محمد. صادق. قيل لي: إلى أي كلية ستتوجه إن شاء الله عندما يحين ذلك؟ قلت: وهل هناك سواها؟ المحبوبة. إذن المحبوبة. نعم. كلية اللغة العربية. نعم. ولذلك ولك أن تبتسم إذا رغبت، عندما كتبنا استمارة القبول بجامعة الأزهر كانت الاستمارة تتضمن 4 خانات. فكتبت الآتي في الأولى. نعم، في الخانة الأولى في الاختيار. في الاختيار. نعم. في الخانة الأولى كتبت اللغة العربية. أيوة. اللغة العربية. اللغة العربية، الشريعة والقانون. الله أكبر. نعم. فهناك إصرار منذ نعومة الأظفار ما شاء الله أن أكون خادما لهذه اللغة، بل عالما العظيمة، بل عالما. وأسأل الله عز وجل أن أكون أهلا. نعم. للوفاء لها. ما سر حبك للعربية هكذا؟ سر منذ نعومة أظفارك. نعم. سيد الكريم، إذا ذكرنا نعومة الأظفار. نعم. وذكرنا هذه المرحلة، ذكرنا القرآن الكريم وفضله علينا. صحيح. ونحن أبناء 6 سنين. نعم. نعم. بالكتاب ما شاء الله. وحفظتها مبكرا مولانا. نعم. وسر هذه المحبة من فضل الله تبارك وتعالى للغتنا العربية هو ارتباطنا المبكر بالقرآن العظيم.
وهو لا لكن معذرة في استطراد جانبي. نعم. 6 سنين كنت تفهم القرآن الكريم معانيه وألفاظه ودلالاته. القرآن الكريم فيه إعجاز يعرفه كل المتعلقين به. نعم. وهو كل من أحسن الإنصات إليه. أيوة. وأرهف الحس له والسمع وسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح له من فضله وكرمه في القرآن وخير القرآن وفنون القرآن وآداب القرآن ومعاني القرآن من فضل الله على من جلس بهذه النفسية صغيرا كان أو كبيرا عاميا أو متعلما يشرح الله صدره كيف وقد قال رب العزة عز وجل في سورة القمر 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. كل المطلوب مدكر. نعم. مدكر يتهيأ. فالقرآن الكريم ارتبطت به منذ 6 أعوام كان عمرك. نعم. نعم. والحمد لله رب العالمين. سألت الله وأنا لا أزال صبيا في هذه المرحلة أن يجعلني خادما في بلاط صاحبة الجلالة اللغة العربية. وأسأل الله عز وجل لأبنائها مزيدا من التقدير والاحترام والإجلال لها والخدمة والسهر عليها ليل نهار ترفع من شأنهم وتعظم من شخصيتهم وتكسبهم بهاء وقيمة ووقارا واتزانا كل ذلك باللغة العربية. وكم عز أقوام بعز لغاتي كما قال حافظ إبراهيم شاعر. نعم. في هذه القصيدة. نعم. في البداية سيدنا نود أن ننوه إلى المنزلة العظيمة للغة العربية ولماذا جعلها الله سبحانه وتعالى وعاء لآخر كلمة من السماء إلى أهل الأرض يحمل أي القرآن الكريم العظيم. شرف لأمة العروبة، شرف للعرب. نعم. ولجزيرة العرب ولكل من خرج من هذه الجزيرة. نعم. واحتل مكانا على البسيطة، شرف له أن يتفضل ربنا الكريم على هذه الأمة ليجعل لغة القرآن هي اللغة العربية. العربية. هل لنا نسأل لماذا؟ نعم. لا يسأل عما يفعل، لكن ما الحكمة في هذا؟ يكفي أن ييسر ربنا تبارك وتعالى للمسلمين من أبناء العروبة، يكفي أن ييسر لهم فهم كتابهم وأن يكونوا الرواد في تقديم هذا الكتاب بآدابه وأخلاقه وأحكامه إلى أمة الإسلام على مستوى الكرة الأرضية، بل إلى الناس كافة. إلى الناس كافة، هذا لا. الذي نعنيه. لا. فهذا شرف عظيم. ولذلك اسمع قول الله عز وجل ألف لام را في بداية سورة يوسف، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وفي سورة الزخرف أيضا ذات الافتتاح حاميم، تلك آيات الكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يقول تبارك وتعالى أيضا بلسان عربي مبين أيضا يصف ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. نعم. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. نعم. والأمثلة كثيرة. الأمثلة كثيرة في كتاب. نعم. ربنا. نعم. فأعلى الله تبارك وتعالى من شأن لغة العرب عندما اختار هذه اللغة العظيمة وعاء لهذه المعاني المعجزة ولهذه الأساليب الباهرة. وكانت اللغة العربية خير وعاء وخير وفاء للوفاء بلغة القرآن ومعاني لغة القرآن. هل هذا محض اختيار ومحاباة من الله عز وجل للغة العربية ولغة العرب أم لإمكانات وخصوصات وخصوصيات اللغة العربية وما تنماز به عن سائر اللغات؟ يعني هناك جمع بين الأمرين.
أنزل الله إلينا كتابا كما قال للعرب فيه ذكركم، تمام. فيه شرفكم، نعم. فيه منزلة عظيمة لكم. وإن أردت سيدي الكريم أن تعرف عظمة هذه المنة التي امتن الله بها على الأمة العربية، فاسمع ما كان يجري لنا ونحن على أرض الإمارات عندما كنا مبعوثين إليها. كان يتقدم منا أبناء الأفغان وأبناء الباكستان ويأتون بالمصاحف ويحددون لنا آيات بعينها ويتوددون إليها ويلحون في التودد والسؤال أن نشرح لهم قدر استطاعتنا ما معاني هذه الآيات التي يحفظونها منذ عشرات السنين، ولكن للأسف لا يحسنون فهم المعاني كما ينبغي. ترى الرغبة واضحة في عينيه ويكاد يبكي وهو يسألنا ذلك السؤال حتى نبسط له المعنى. في هذه اللحظات البسيطة عرفنا جيدا عظمة هذه النعمة التي امتن الله بها على أمة العرب، أمة الإسلام. تمام. هل اللغة العربية ودارس اللغة العربية يشعر بشخصية متميزة حيال وأمام دارسي اللغات الأخرى في العصر الحديث الآن بصراحة وشفافية؟ يعني نستطيع أن نقول بأن كل متمكن من لغة يجيد لغته ويحسن بيانها ويحسن أداءها وثقافتها وتاريخها ويستطيع أن يقدم ذلك التراث للناس أيا كانت هذه اللغة فهو إنسان متميز. نطبق ذات الكلام على المنتمين إلى اللغة العربية. أستطيع أن أقول وأنا مطمئن لذلك، دارس اللغة العربية المتمكن من أدائها، صاحب اللسان المقوم بالقرآن العظيم، نعم. الذي يستطيع أن يكشف جيدا وبدقة عما يجول بخاطره، وبلغة قوية ومفردات رشيقة وعبارات أنيقة منضبطة وفق القواعد، هذا إمبراطور، هذه شخصية قوة عظيمة. نعم. إنه قوي، إنه قادر على البيان والفصاحة، إنه أقرب من غيره إلى الإفهام، وإلى التفوق، وإلى التفوق والإقناع. ولكنها لا تطعم خبزا ولا رغيفا الآن ولا. لا 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 تعلم العربية لا تقل هذا، لا تقل هذا، كيف دكتور محمد؟ لعلك تريد أن تنوه إلى الإهمال الذي يبديه أبناؤها في السنوات الأخيرة، لكننا الحمد لله رب العالمين أنا خادم لها في كليتي العالم يا سيدي، وكنت قبل ذلك في المعاهد الثانوية وقبل ذلك أيضا على أرض الإمارات، مما اختصني الله به من فضله وكرمه، نعم. أنه أعطاني هذه اللغة وجعلني من خدمها ومن العاملين في بلاطها، وأسأل الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أن أظل وفيا لها قادرا على خدمتها كما قلت، وأصر على كلمة الخدمة حتى ألقى الله تبارك وتعالى. طب يعني هذا جعلني أسأل فضيلتكم عن اللغة العربية والدعوة، نعم. يعني هما جناحاك في هذه الحياة، ماذا يمثلان لك اللغة العربية والدعوة؟ اللغة العربية والدعوة هي رسالتي، وما دمت قادرا على أداء هذه الرسالة وأتحرك لها كل يوم هنا هناك أشعر بأنني أعيش، ما شاء الله، وأعيش ممتعا بكل ما أحتاج إليه، نعم. من النواحي الروحية والقيمية ومن النواحي المادية كذلك. أنا أتحرك لأداء رسالة الدعوة هنا وهناك، إذن أنا أعيش وأعيش ممتعا على أعلى المستويات، ودائما ما أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمني أبدا من الدعوة إليه، وبخاصة أنه أعدنا إعدادا دينيا وأكرمنا بالتعليم في الأزهر الشريف حتى تخرجنا في كلية اللغة العربية، ثم من بعد ذلك من علينا وختم لنا برسالة الدكتوراه في التفسير الأدبي المعاصر للقرآن الكريم.
هذا الإعداد أو كل هذه النعم التي أفاء الله عز وجل بها علينا إعداد جيد لأداء رسالة، نسأل الله ألا يحرمنا منها أبدا، وألا يحول بيننا وبينها بأي سبب من الأسباب. أمين يا رب. أداء هذه الرسالة باللغة العربية القوية المنضبطة المرتكزة على القرآن الكريم والسنة المشرفة متعة ما بعدها متعة، حينما تجد نفسك جالسا بين المسلمين تقدم لهم آيات الذكر الحكيم وتقدم لهم المعاني بلغة عربية صحيحة، يعني تنحني لها الرقاب وكأنني أقدم قرآنا للناس. يعني المتلقي عندما تحدثه، المتلقي للغة العربية، للغة العربية المستمع لها، يعني عندما تحدثه بها وأنت واثق بنفسك وأنت قادر على أدائها وأنت في حالة نفسية طيبة لأنك تؤدي رسالتك وقد وجدت من حولك من يحسنون الإنصات إليك، لقد وصلت عندها إلى ذروة المتعة. ثم أنت في ذات الوقت لا تخشى أن تتعثر في قواعدها، أصبحت والحمد لله تجري على لسانك، تجري على لسانك بسهولة ويسر وتؤديها أداء دون معانة أو مشقة، دون عانة أو مشقة. اسمح لي على المقاطعة هناك من الدعاء، اسمح المقاطعة هناك من الدعاء، من يترخص في قواعد اللغة العربية ومن يتكلم باللهجة العامية اعتقادا منه أن المشاهد أو المسلم لا يفهم إلا هذه اللغة وقد يكون على درجة عالية من الدرجات العلمية، ماذا تقول لهم؟ دعني أحترم هؤلاء وأحترم دعني أحترم هؤلاء وأسلم مبدئيا بحجتهم، لكن أنت مقتنع إذن؟ نعم. طيب. لكن أن أكون واحدا منهم وأن أنهج نهجهم في تقديم رسالة الدعوة وفي تقديم المحاضرة في الجامعة بهذه اللغة العامية وأدعي بأن هذا الأسلوب يسهل وصول المعاني إلى المتلقي، لا أقتنع بذلك مطلقا، مع احترامي وتقديري لكل من ينهجون هذا النهج. هذا على المستوى الشخصي عند فضيلتكم، أما على المستوى العام لا تمانع من أن يستخدمونها هم، من أن يستخدموها هم، لهم أن، يعني أصلنا أعرف من يعني أعرف منهم كثيرين من أصحاب العلم ممن يؤدون رسالة طيبة وأحترم أداءهم وأثق في صدقهم، كل هذا من حقهم علينا. نعم. لذلك لن أشطب على هذا النشاط وتلك الرسالة مطلقا، أسأل الله أن يجزيهم خيرا، لكني أقول ليتكم تؤدون رسالتكم في الدعوة وفي التدريس وعند المحاضرة وعندما تتحدثون إلى التجمعات في المنتديات وفي المؤسسات، كلما أتيح لكم أن تتحدثوا إلى الناس لا تستخدموا سوى اللغة العربية الفصيحة. نعم، تكسبكم جدية وتحوز من المتلقي على أذنيه وعلى حسه ومتابعته، كلما كانت صحيحة فصيحة وكلما كنت قادرا على أدائها مضبوطة وكانت لديك الثقة بالنفس لتخرج ما في نفسك بلغة دون معاناة أو عنت كما تفضلتم، يا سيدي أقول إنها متعة ما بعدها متعة، وثق وتأكد أن المعنى المراد سيصل إليه باللغة الفصيحة وليس باللغة العامية. تمام، جيد. المعنى الفصيح لا تفصح عنه ولا توصله إلا اللغة الفصيحة. ثم اسمعني يرحمك الله سيدي، تفضل أستمتع. هل تعلم بأن العوام لا يحسنون التلقي عمن يتحدثون بالعامية؟ وقد سمعت ذلك منهم. لا بالعامية. عجيب. يقولون يتحدث بالبلدي، يعني بيتكلم باللغة البلدي، حتى وهو يفسر آية أو حديث يقدمها باللغة اللغة العامية. يعني رأيتهم يسخرون ممن يقدمون لهم نص حديث أو معاني آية قرآنية باللغة العامية. تمام. وأريد أن أؤكد
عوام هذا الزمان أيوة. وفي السنوات الأخيرة أو الخمسين سنة الأخيرة التي تعددت فيها نوافذ المعرفة اللغوية عن طريق التلفزيون ومحطاته، عن طريق الإذاعة، عن طريق المدارس، عن طريق الدرس بين المغرب والعشاء، خطبة الجمعة، زادت نوافذ الأداء اللغوي العالي والمتحضر من جانب إخواننا المشاركين في هذه الأنشطة، وتلقاها المستمع والمشاهد المعاصر أيا كانت مهنته. نعم. تلقى ذلك كله، فإذا بحصيلته اللغوية تزداد يوما بعد يوم، وهو لا يدري وربما لم يقصد ذلك. تمام، صحيح. عظمت حصيلته وأصبح قادرا، وهو العامي وهو الفلاح والعامل، أصبح قادرا أن على 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 تلقي اللغة العربية الفصيحة الصحيحة السليمة، ويفهم المعنى المراد بشكل طيب جدا. طيب. ويحترم من يلتزمون بهذا المنهج أكثر من احترامه لمن يخاطبونه بالعامية بلهجاته الدارجة، بل ويظن أنهم يتبسطون معه لكي يفهمونا. لكي يفهمون مظبوط. حيار حضرتك تتكلم عن اللغة العربية الفصحى في أي مستوى من مستويات الفصحى؟ هل اللغة الثالثة التي كانت موجودة عند أدب توفيق الحكيم مثلا، أم الفصحى الفصحى اللغة الأولى التي نزل بها القرآن الكريم؟ عامية المثقفين أم اللغة العربية الفصيحة؟ القرآن الكريم من فضل الله عز وجل قادر على الوصول لكل حد، إلى قلوب الناس. هذه إعجاز نزل هكذا، يعني شيء بجد ويحتاج إلى وقفة وتأمل. وقلنا منذ قليل أن الله تبارك وتعالى في سورة القمر 4 مرات يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن كل المطلوب إيه؟ مدكر، متذكر، متدبر، يحسن الإنصات إلى القرآن الكريم بأدب وخشوع، ويسأل ربه من فضله وكرمه أن يمنحه من خير القرآن، وأن يمتعه بلغة وأساليب القرآن وبلاغة القرآن وأدب القرآن. نعم، هذا ما امتاز به هذا الكتاب المعجز، يصل إلى قلوب كل الذين يحبونه ويقبلون عليه مهما كان استعدادهم في مسائل اللغة والثقافة اللغوية. أفهم غير أن الناس يتفاوتون في ذلك وفق استعدادهم الشخصي وثقافتهم اللغوية. رائع. أفهم من كلام فضيلتكم أنه ليس استخدام اللغة العربية الفصيحة هو الاستخدام المقعر الذي يستشكل فهمه على الناس، لكن لغة بسيطة أو اختيار لكل مقام مقال. نعم، هذا هو. مع الصحة، مع صحة اللغة، طبقا للقواعد النحوية، طبقا للقواعد. نعم، تمام. وهناك تفاوت في اللغة المستخدمة بعد ذلك. هذا بخطط مستويات الخطاب اليومي. ما هو لغة الخطاب اليومي يمكن أن تكون سليمة صحيحة فصيحة، ومع ذلك فيها يسر وسهولة، وتناسب القاموس اللغوي للمتلقي كما تتكلم فضلتكم الآن. نعم، مثلا لغة سهلة واضحة وصحيحة وسليمة. نعم، فيها استقامة للسان. لكن الذي أريد أن أنبه إليه، تفضل، من يعني أن أنبه إخواننا، نعم، لا تجعلوا من المتلقي وثقافته اللغوية البسيطة لعاميته لا تجعلوا ذلك سببا للنزول إلى مستواه، بل أرجو منكم أن ترتقوا به إلى أعلى ما يمكن أن تصلوا إليه. خذوا بيده إلى مستواكم أنتم. أنا تتم على هذه النقطة، هل هذا الذي يحدث تستطيع أن تربطه سيدي مع من منبركم الخاص ومرصدكم الخاص بكم بما حدث في عام 1882 حينما جاء ويليام ويلكوكس إلى مصر وألقى محاضرة عدم وجود قدرة الاختراع على العرب بأنهم يتحدثون العربية الفصحى، وعليهم هجر هذه اللغة والحديث باللهجة العامية؟ هل هذه مؤامرة على اللغة العربية الفصيحة؟ كرر هذا الرجل ما فعله أعداء اللغة في صدر القرن العشرين، وما زالوا يفعلون ذلك إلى اليوم، وهم في عداء مع اللغة العربية لأنها باختصار بسيط، أيوة، لأنها لغة القرآن العظيم. يعني العداء مع القرآن إذن؟ نعم، العداء مع القرآن الكريم ومع ثقافة وتراث هذه الأمة، وأعظم ما في هذا التراث إن صح التعبير، أعظم ما وهبنا الله تبارك وتعالى هو القرآن العظيم. نعم. هؤلاء يريدون لأبناء المسلمين أن يتحللوا من لغتهم العربية إلى لغة عامية سوقية
مبتذلة، لغة الشارع ولغة السوق. لماذا؟ لتزداد المسافة بينهم أو الفجوة بينهم وبين كتاب رب العالمين. لأنه باختصار تستطيع أن تقول وأنت مطمئن، كلما ازددت ثقافة في لغتك العربية العظيمة، وكلما تمكنت من ناصيتها، وكلما عرفت قواعدها وأساليبها، ازددت صلة بكتابك وازددت فهما لهذا الكتاب العظيم. ويكفي أن نحدد ذلك هدفا عظيما للمتعة الربانية، متعة التعامل مع كتاب الله وفهم معانيه ومتعة أداء الفن القرآني المعجز لهؤلاء. تمام. لكن يعني رحل ويليام ويلكوكس وترك لنا ثلاثة، منهم شبل شمايل وفرح أنطونو وسلامة موسى. صحيح. هم دعاة الاستخدام العام الآن، ودعاة المسرح والسينما والدراما الآن بشكل عام، وتسخر من مدرس اللغة العربية، ألست ترى ذلك؟ صحيح. طيب ما تقيمك لهذا الوضع؟ ده بناء على هذه الدعوات المغرضة الدنيئة كتب قصص في صدر القرن العشرين، في النصف الأول من القرن العشرين باللغة العامية. تمام. وكان الحوار يجري في هذا القصص أيضا بالعامية. تمام. استجابة لهذه الدعوة، والله يعلم ماذا يستهدفون من ذلك. لكن رب العالمين تبارك وتعالى جند لهم من المخلصين من أبناء هذه الأمة من يدفع هذا الفكر الذي لا يريدون من ورائه خيرا لأبناء العروبة ولأبناء المسلمين. جند الله عز وجل، يعني على سبيل المثال حافظ إبراهيم في قصيدته هذه القصيدة، قصيدة اللغة العربية، تنعى حظها بين أبنائها، وقد تفضلتم بالأبيات الأولى منها، كانت رد فعل قوي لهذه الدعوات المريبة التي تستهدف إبعادنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا وعن تراثنا العظيم الذي خلفه أئمة هذه الأمة في شتى مجالات الثقافة والحياة. هل هناك من المسؤولين في الوزارات والحكومات المختلفة المتعاقبة مهاجمة اللغة العربية ديدا لهم من خلال الدراما، من خلال السينما، من خلال الأفلام، من خلال التلفزيون، وسائل الميديا عموما، وسمحنا في هذا المصطلح للمصطلح أصبح نفسه الآن؟ هل هنالك تعمد الإساءة للغة العربية في شكل مدرسها والإحسان إلى اللغات الأجنبية مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية في الإحسان إلى شكل مدرسيها؟ لا يخلو الأمر من كيد للغة العربية أيضا. عندما يقدمون في أفلامهم ومسرحياتهم أستاذ اللغة العربية في شكل ساخر يرثى له. نعم. صحيح. وحتى وهو يتحدث عندما شديد. نعم. ويجعلونه يتحدث بشكل ملفت يثير الضحك والاشمئزاز والسخرية. هؤلاء متآمرون جاحدون، أستطيع أن أقول وأنا مطمئن، لا يحبون لغتهم، وليسوا في مستوى هذه اللغة، ولن يرتقوا أبدا إلى مستواها العظيم، ولن يفهموا قدرها وعظمتها ومنزلتها بين أبناء الأمة، ولن يستفيدوا مطلقا منها، ولن يستخدموها صلة لكتاب الله رب العالمين. هؤلاء يا سيدي أناس متآمرون، ولم يخل منهم زمان حتى يومنا هذا. المؤامرة على اللغة مستمرة منذ قديم الأزل. المؤامرة على اللغة المستمرة، والمؤامرة على القرآن العظيم وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم مستمرة. والقرآن واللغة والسنة والتراث الذي نفخر به ونعتز مما خلفه لنا الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هذا أمر يحقدون عليه حقدا عظيما. ولما اختار رب العزة عز وجل اللغة العربية لتكون كما تفضلتم في البداية وعاء عظيما لمعاني القرآن العظيم ولأساليب القرآن الباهرة المعجزة، هذا الأمر جعلهم أيضا
أو جعل حقدهم علينا يزداد يوما بعد يوم. بعد يوم. هل اللغة العربية ستكون بالفعل لغة أهل الجنة؟ هذا حديث، نعم، وإن كان في إسناده ضعف. تعلموا العربية وعلموها أبناءكم فإنها لغة الله يوم القيامة. إذا هي اللغة المعتمدة أيضا. هي اللغة المعتمدة. هل هذا لجمال في اللغة العربية أم محض محاباة من الله عز وجل للغة العربية وأهلها؟ شوف حبيبي، بوركت، القرآن العظيم هو أعظم أعظم أساليب البيان العربي. تمام، رائع. أعظم أساليب البيان العربي. نعم. وأعظم كتب الأدب كما يقولون. يعني إن أردت أدباً، تصوير أدبي فني، إن أردت أدباً في أعلى درجاته وأسمى معانيه عليك فإن ذلك اقرأ القرآن الكريم. نعم. إن أردت البلاغة في أسمى درجاتها لتزداد متعة ما بعدها متعة فإن ذلك كله في القرآن الكريم. عليك بالقرآن. لو كان هناك في لغات العالم النظم. نعم. النظم في القرآن عند عبد القاهر. نعم. لو كان هناك لغة أرقى وأحسن وأكثر قدرة على الوفاء بالقرآن العظيم ومعانيه لا اختارها رب العزة عز وجل. أحسن. لتكون لغة. أحسن. لكتابه الكريم. أحسن. القرآن يمثل القمة. يعني إذن اللغة هي يمثل القمة. ولذلك شاء الله عز وجل أن يختار له اللغة التي تمثل قمة اللغات على ظهر الأرض، وكان ذلك كما قلت نعمة عظيمة من الله لهذه الأمة وذكرا ورفعة لشأنها. ويا ليت أهل العروبة وأهل اللغة يا ليتهم يعودون إليها قدرها. إن شاء الله يعرفون قدرها ويحسنون التفاهم بها. نعم. ويستخدمونها فيما بينهم. ونرجو في قضية الاستخدام وكيف نرتقي باللغة إن شاء الله، أرجو أن تفسحوا لنا لنتحدث. حاضر. في هذا الموضوع سنفسح معنا وقت طويل إن شاء الله. لكن هل اللغة العربية أم اللغات كما تقول بعض البحوث، أم هذا محض تعصب من أبناء اللغة العربية للغتهم الأم؟ هل هي أم اللغات فعلا؟ لا، هناك لغات أكثر منها قدما. اللغات السامية هي إحدى اللغات السامية. صحيح. نعم. وهي يعني سبقت كما تعلم حضرتك سبقت بلغات أخرى. سليم. صحيح. نعم. هي شقيقة العبرية، وهي شقيقة الفارسية، وهي شقيقة اللغة الأردية. وكل هذه اللغات خرجت من لغة الأصل السامية. أنا يطيب لي يعني أستغل وجود حضرتك معي. نعم. في أحد كتب التفسير أو يعني في المأثور يقال أنه لما قتل قابيل هابيل قال آدم بعض الكلمات تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح فاستمع إلى صوت من الفضاء يقول أبا قابيل قد قتل جميعا وصار الحي كالميت الذبيح جاء بشرات قد كان منها فجاء بها على خوف يصيح. هل آدم قال هذه الكلمات بالفعل أم هي حكاية عن الموقف؟ ما علمنا أن آدم عليه السلام، ما علمنا بأنه شاعر، وما قرأت شيئا في أو يتكلم أي لغة في هذا الخصوص. وبعدين هل كانت هذه لغته التي تحدث بها في ذلك الوقت أم لا؟ لأن اللغة العربية هي آخر صور اللغة الراقية التي اكتسبت مفرداتها من مجموعة لغات، واكتسبت أيضا مفرداتها من القبائل العربية على مستوى جزيرة العرب. فكانت القبائل تأتي في كل عام إلى مكة لأداء الحج وإلى سوق عكاظ الذي كان يتنافس كما تعلم حضرتك يتنافس فيه الشعراء والمجاز وذي المجنة. نعم. الخيمة الحمراء للنبغة الذبياني. وكانت قريش تنتقي من هذه اللهجات أجمل ما فيها وتضيف ذلك إلى رصيدها. لكن كتابة المصحف تكملت حتى تكملت اللغة وظهرت في هذه الصورة الجميلة. نعم. وعندها نزل القرآن على أجمل ما وصلت إليه اللغة العربية لسان قريش.
يعني بارك الله فيك، نستغل ايضا وجود فضيلتك معنا ودراساتك متخصصه في القران الكريم وداعيه وخريج ازهر، يعني لك باع طويل وكعب عالي في هذه الدراسات. لماذا جاء يعني اصرار كتابه القران بلهجه قريش؟ يعني حتى ورد انه سيدنا عمر قال اقرئهم على لهجه قريش. اليس هذا يعني عصبيه لقريش ولغتها ولهجتها على سائر لهجات العرب؟ كما تفضلت هناك لهجات كثيره للغه العربيه. أم هو توقيفي، أمر توقيفي؟ هو أمر توقيفي، أمر توقيفي. شاء الله عز وجل أن تنزل أو أن ينزل القرآن على لهجة قريش، على لغة قريش التي وصلت إلى أعلى مستويات الرقي، وبعد أن استفادت كما قلنا منذ قليل من اللهجات العربية في شتى بقاع جزيرة العرب، الذين كانوا يتوافدون عاما بعد عام، ويجيء الوفد ومعه شاعره ومعه الخطيب، ويتنافسون مع غيرهم من أبناء القبائل الأخرى، والمنخل أو المنخل العربي في قريش يستجمع يوما بعد يوم ويصفي وينتقي أجمل ما قيل في الليل وفي النهار. كان لهم سمر وكانت لهم سهرات، والأذن العربية القرشية تتلقى تتلقى الجميل في كل يوم وتضيف إلى رصيدها وتستبعد المهجن والحوشي من هذه الكلام والمفردات. ولأني أعلم أن لك أذنا كهذه، هل كتبت شيئا للغة العربية وأنت شاعر من الشعراء الفطاحل في هذا الزمان؟ والله كتبت شيئا للعربية؟ يعني في مجال اللغة العربية بالذات ليس لنا قصيدة بعينها، لكن هذا الخاطر يلح علي من حين لآخر. الله، نعم إن شاء الله، وأعدكم أن تسمعوا في هذا الأمر قصيدة بإذن الله تعالى تليق بهذا المقام، وتكون معي في هذا البرنامج إن شاء الله. هذا وعد من حضرتك. نعم بإذن الرحمن الرحيم. إذن للمشاهدين الكرام أن يستأنسوا وأن يفرحوا بهذا الوعد، ونحن على انتظار بإذن الله تعالى. سيدي، رحلة حضرتك العلمية والعملية بارك الله في عمرك وعملك في مرحلة التعليم العام ومرحلة التعليم الجامعي، كيف تقيم أداء اللغة العربية اهتماما من المسؤولين ومن متكلميها من داخل أبناء الوطن العربي؟ نحن لنا تجربة في التدريس بدأت في المعاهد الأزهرية. لنا تجربة في التدريس بدأت في المعاهد الأزهرية الثانوية. ثم شاء الله عز وجل أن نسافر إلى دولة الإمارات العربية، عملنا أيضا بالتدريس فترة ثم بالتوجيه بعد ذلك. تجربتي تقول لم أجد إخواني المدرسين، لم أجدهم على المستوى المطلوب في أداء الدرس اللغوي باللغة المناسبة. كلام خطير. نعم، وأستطيع أن أؤكد ذلك بتجربتي أيضا في التوجيه. أنتقل من مدرسة إلى أخرى وأدخل لزميلة ولزميل وأسمع من هذا ومن ذاك، صدقني من بينهم الملتزمون وهم قلة، والأغلبية لا تؤدي الأداء اللغوي القوي الذي يكفل لهم الاحترام عند أبنائهم. نعم، المتمكن الذي يؤدي أداء صحيحا بلا خوف من تعثر وبثقة في النفس موضع احترام وتقدير من أبنائه التلاميذ، بل إنه بهذا الأداء يكسب الدرس بكامل أنشطته جدية يتلقاها الولد ويحسن التعامل والانتباه، لأن معلما قويا يخاطبه بلغة قوية. فإذا من نزل وسقط إلى العامية يمكن أن يقع على مفردات مبتذلة ومفردات سوقية، وهذا الواقع، يهبط الأداء ولا يقنع الطالب والطالبة، لا يقنعه بجدية الدرس، وربما توقف الولد عند مفردة بعينها وانشغل بها وكيف يستخدمها أستاذه أو كيف تستخدمها المعلمة التي يقدرها ويحترمها وتدرس له. تعلم العربية صعب يا أستاذنا؟ لا والله أبدا. قواعدها صعبة؟ أهم ما في الأمر أن تحفظ من كتاب الله ما تستطيع. تمام.
إذا حفظت كتاب الله عز وجل استقام لسانك واستقامت لغتك إن شاء الله بإذن الله. وأسأل الله عز وجل لأبناء العروبة ولأبناء الإسلام جميعا أن يجيدوا لغة العروبة واللغة العربية ليزدادوا معرفة بكتاب ربهم الممتع وبسنة نبيهم الممتعة صلى الله عليه وسلم. يعني في أقل من دقيقة وجه رسالة أو مجموعة رسائل لمن تشاء أن تقول لهم، وماذا تقول في هذه الرسالة باللغة العربية؟ أقول لهم لن نبلغ ما نبتغي من المجد والرفعة والمتعة إلا إذا أحسننا التعامل مع لغتنا وأقبلنا عليها ودرسنا قواعدها وأدبها وبلاغتها. صدقوني أبنائي وإخواني، ستعيشون عيشا ممتعا سعيدا مع هذه اللغة، وبخاصة وأنتم تجلسون إلى القرآن وإلى السنة المشرفة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، أمتعتنا وأنرتنا فيه يا سيدي، على وعد بلقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى يكون تتمة لهذا اللقاء مع اللغة العربية، التحديات والصعوبات التي تواجهها في العصر الحديث. اللهم شكرا إن لك سيدي، حفظك رب العالمين، خيرا من جزية الخير والبركة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في مجلس الرحمة. كنا نتحدث عن اللغة العربية الواقع والمأمول، كان ضيفنا وضيفكم فيها العالم الجليل والأستاذ الكريم الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمياط وخريج الأزهر الشريف. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.